لو جيت سالتك وقلت لك الحرب اللي دايره ما بين اوكرانيا وروسيا هل هتفرق معانا انا كشعب ولا مش هيفرق معايا؟ بعيد المشاكل عني ولا مش بعيد؟ احب اقول لك بقى ان الاقتصاد بتاعك هيتاثر جامد جدا، والدليل بتاعك ان البنزين غلي وكمان البترول سعره رفع جدا والذهب وكمان القمح وكمان الذره. ايه ابو حميد انا مالي بالموضوع ده؟ الموضوع ده بعيد عني قوي. ايه ابو حميد للدرجه دي؟ احب اقول لك بقى ان اوكرانيا هي اكبر دوله اوروبيه، احب اقول لك كمان ان هي اكبر من فرنسا، يعني هي اكبر من فرنسا العظمى. ايوه اكبر من فرنسا العظمى. انت عارف كمان المشاكل كلها دايره اوكرانيا فين؟ في منطقه اسمها دونباس، المنطقه دي اصلا اكبر من سويسرا. بما انك بقى يا ابو حميد عمال تقول هي مهمه جدا وكبيره واقتصاد، طب ما تقول لنا يا ابو حميد بقى ايه اللي موجود جوه الدوله دي عشان يتعمل لها هبه كبيره قوي كده؟ تعالى اقول لك بقى ان هي الدوله الاولى في اوروبا ان عندها احتياطي خام تقدر تسترده عادي جدا من ماده ايه؟ من ماده اليورانيوم، وهي كمان المركز الثاني في اوروبا والمركز العاشر في العالم من حيث ايه؟ من حيث احتياطي العام لايه بقى؟ للتيتانيوم. ومش بس كده، اوكرانيا في المركز الثاني في العالم من حيث ايه بقى؟ من حيث الاحتياط المستكشف من ماده المنجنيز، يعني بمعنى اصح بتنتج كل سنه 2 مليار و300 الف طن. خد بقى كمان اللي جايه دي كمان، هي تاني اكبر احتياط الخام الحديد، يعني بمعنى اصح في السنه الواحده بس بتنتج 30 مليار طن. بس كده يا ابو حميد؟ لا مش بس يا ابو حميد، خد بقى اللي جايه كمان، هي المركز التاني في اوروبا من حيث احتياطي ايه؟ من حيث احتياطي خام الزئبق، يعني وشكلك ما كنتش تعرف اللي هي المركز الثالث في اوروبا من احتياط الغاز الصخري، يعني بمعنى اصح بتنتج سنويا 22 تريليون متر مكعب. كمان في المرتبة الرابعة في العالم من حيث اجمالي الواردات كلها الطبيعية، يعني عندها واردات طبيعية جامدة جدا، يعني بمعنى اصح هي في المركز السابع عالميا من احتياطي الفحم بقيمة تقدر 33.9 من 10 مليار طن في السنة الواحدة. كل ده كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. احنا اتكلمنا عن مواد طبيعيه ومواد خام، تعال اقول لك بقى هي بتزرع ايه وبتصدر لك ايه ومأكلاك ومشرباك عباره عن ايه بالظبط. تعال اقول لك بقى ان اوكرانيا اصلا بلد زراعيه فيها مساحات خضراء كبيره جدا، هي الاولى في اوروبا من حيث المساحه الصالحه للزراعه، يعني بمعنى اصح التربه بتاعتها تربه نظيفه كده وتربه كويسه. هي في المركز الثالث في العالم من مساحه التربه السوداء، 25% من حجم العالم كله، يعني مساحه مش قليله خالص. طب ما تيجي بقى نشوف الاصناف اللي بتزرعها، هي في المركز الاول في العالم في صادرات عباد الشمس، يعني هي ما شاء الله بتديك شويه زيوت جميله جدا. هي المركز الثاني عالميا في انتاج الشعير، وفي المركز الرابع صادرات الشعير، يعني هي في الشعير مريحه دماغها خالص من العالم كله، هي بتعرف تزرع وبتعرف تصدر كويس جدا. اوكرانيا بقى ثالث اكبر منتج ورابع اكبر مصدر للذره في العالم، يعني بمعنى اصح هي بتصدر لك ذره بكميات ما فيش حد يقدر يصدرها زيها. هي رابع اكبر منتج للبطاطا في العالم، البطاطا اللي انت بتحبها بتتشوي دي، هي خامس اكبر منتج للجواطور في العالم، يعني بمعنى اصح هي ماسكه منتجات مفيش اي دوله تانية ممكن تعرف تصنعها او كمان تعرف تزرعها. هي في المركز الخامس عالميا في انتاج عسل النحل، 75 الف طن سنويا من عسل النحل. هي في المركز الثامن في العالم في صادرات القمح، هي كمان في المركز التاسع في العالم في انتاجات بيض الدجاج، هي كمان في المركز ال16 على مستوى العالم في صادرات، وهي كمان بتحتل المركز ال16 في صادرات الجبن في العالم. طب حد قال لك قبل كده ان اوكرانيا الدوله اللي انت شايفها الصغيره دي وما تعرفش حاجه عنها تقدر تكفي احتياطي غذائي ل 600 مليون شخص؟ شفت بقى الحاجتين اللي احنا اتكلمنا فيهم دول؟ اركنهم على جنب واعتبرهم مش موجودين خالص، المواد الطبيعيه والخامات وكمان الزراعه. احب اقول لك ان اوكرانيا دوله صناعيه جامده جدا، كمان صناعيه يا ابو حميد صناعيه من الدرجه الاولى، يعني بمعنى اصح هي الاولى في اوروبا في انتاج الامونيا ورابع اكبر نظام لانابيب الغاز الطبيعي، يعني بمعنى اصح بتنتج سنويا 142 مليار متر مكعب في سعه انتاج الغاز الطبيعي في الاتحاد الاوروبي كله. طب تعرف كمان اللي هي الثالث اكبر شركه في اوروبا والثامن في العالم من ايه بقى يا ابو حميد؟ من حيث القدره المركبه لمحطات الطاقه النوويه، الطاقه النوويه عندها حاجه بسيطه جدا وحاجه عبيطه. تعرف كمان اللي هي المركز الثالث في اوروبا والمركز ال12 في العالم من حيث ايه بقى؟ من حيث اكبر طول سكه حديد في العالم. وعارف انت مواقع التتبع ومواقع الجي بي اس والكلام ده كله والتتبعات كلها المواقع الاخباريه، هي ثالث دوله بعد امريكا وبعد فرنسا بتصنع المواقع دي وقويه جدا فيها. تعرف كمان ان هي رابع مصنع لقذائف الصواريخ في العالم، تعرف كمان اللي هي في المركز الرابع في العالم في صادرات الطين، تعرف كمان اللي هي في المركز الرابع في صادرات التيتانيوم، تعرف كمان ان الصادرات بتاعتها والخامات بتاعتها مركزه جدا وغنيه باكبر معادن في العالم. لكن اوكرانيا هنا بقى بتيجي في المرتبه العاشره، بمعنى اصح اكبر مصنع في العالم للصلب بقيمه تقدر 32.4 مليون طن في السنه الواحده.
طبعا اكيد هتسال نفسك السؤال المهم قوي، هتقول لي يا ابو حميد طب ايه الحل دلوقتي؟ الحل في ايه؟ الحل ان روسيا تبعد بعيد عن اوكرانيا شويه، عشان لو فضلت زي ما هي كده احب اقول لك الموضوع مش هيبقى احسن حاجه. واللي انا شايفه ان اوكرانيا دوله مش قليله ودوله مش بسيطه، هي مش بسيطه ومش قليله في الموارد بتاعتها، لكن يوسفنا اقول لك ان هي دوله ضعيفه جدا في الجيش بتاعها. حتى امريكا لما ودت لها شويه اجهزه عشان الاجهزه تقدر تضرب بيها زي قذافات صواريخ، زي رصاص، زي صواريخ معينه من نوع معين، كل الحاجات دي كلها كانت بدائيه، وعشان بدائيه هم اصلا مش مدربين عليها. ادام مش مدربين عليها انت ازاي مديني سلاح وانا ممكن اضرب بيه وانا اصلا مش مدرب بيه؟ عاوز افهمك حاجه، هي حرب، وعاوز تكون فاهمين حاجه كويسه قوي، ان دوله تخش على دوله دي حاجه مش احسن حاجه، لكن في حاجه اسمها فرد نفوذ قدام العالم كله. يعني روسيا عاوزه تبين للعالم كله ان انا جامده وامريكا ما تجيش جنبي حاجه، الصين عاوزه تبين ان هي جامده قوي وممكن اخش اخد تايوان وعادي جدا وهتاخدها، وبكره او بعده هتاخدها بالكتير، وكل دوله عاوز تاخد دوله ثانيه تنهب بقى خلاص، ما يخرب الاتحاد السوفيتي في حته وكمان الاتحاد الاوروبي في حته. ربنا يستر الفتره الجايه ما تقومش حروب عالميه. 90 وقعت روسيا معاهده مع اوكرانيا تسمح لها انها تاجر جزء من ميناء سيفاستوبول في اوكرانيا. فين هذا المكان تحديدا؟ في القرن او كريميا او كرايميا. بص في الخريطه عزيزي المشاهد، انزل يا ابني بالخريطه، شايف اوكرانيا فين؟ فوق، روسيا على اليمين اهي، ودي شبه جزيره القرن او الكرايميان بنينسولا، والنقطه الصغننه دي ميناء سيفاستوبول. عشان كده سنه 2014 لما حصل القلق في اوكرانيا والرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش هرب، وروسيا حست ان الحكومه الجديده في اوكرانيا بتفكر تنضم للناتو او الاتحاد الاوروبي، تلت القرن دي ما فيهاش هزار. خد بالك ان 60% من سكان القرن من العرق الروسي. طبعا روسيا تقول لك انا معلش يا جماعه، معلش سوري ان انا هتدخل، بس انا جاي احمي العرق بتاعي. سيبك من الكلام ده، روسيا اخذت القرن عشان ما ينفعش تخسر هذا الميناء، ده امن قومي. لا تقول لي بقى قانون دولي وسياده دوله اوكرانيا، ما فيش الكلام ده، ده اكزيستنشال ثريت بالنسبه لروسيا، تهديد وجودي، لا يمكن تسمح بكده. روسيا كان ممكن تيجي على نفسها وتستحمل اوكرانيا محايده يلا، خصوصا ان اوكرانيا بتعتمد على روسيا كمصدر للطاقه، مصدر للغاز. لكن معلش يعني ان اوكرانيا تكون في معسكر الغرب، ده اللي لا يمكن تقبله ابدا. وعلى فكره بما اننا اتكلمنا عن الغاز، الغاز والبترول ده احد اهم الاسلحه اللي بتمتلكها روسيا، ده طبعا بالاضافه لترسانتها النوويه العملاقه. اكتر من 25% من الغاز والبترول اللي بتستهلكه اوروبا، قاره اوروبا، جاي من روسيا. ده الكلام ده دلوقتي، وكل ما كانت الدوله اقرب جغرافيا لروسيا كل ما اعتمدت عليها اكتر. مثلا لاتفيا وسلوفاكيا وفنلندا معتمدين اعتماد كل على روسيا، 100% من الغاز بيجي من روسيا. التشيك وبلغاريا معتمدين بنسبة 80%، اليونان والمجر بنسبة 60%، وخد التقيل يا عزيز المشاهد، ألمانيا اللي هي ألمانيا 50% من الغاز بتاعها بيجي من روسيا. عشان كده تلاحظ الألمان ما يتسرعوش قوي لما ينتقدوا روسيا، يخافوا عزيز المشاهد، يخافوا روسيا تقفل حنفية الغاز فالألمان يموتوا من البرد. تخيل عزيز المشاهد أخش عندك الحمام وأقفل للسخان وانت بتاخد الدش، مش حلوه خالص. انا كده خلصت ووصلت لك المعلومات اللي انت عاوز تعرفها، يبقى انا كده بيتهيالي عملت اللي عليا، انت كمان بقى تعمل عليك، تعمل اشتراك في القناه وكمان تفعيل الجرس. انا كده خلصت، مع السلامه.